السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طيب اليوم مثل ما لكم شايفين عم صور بهذا المايك، لأن مايك السماعة تعطل مع الأسف، فجأة تعطل، مع إنه هي السماعة أكثر شيء كنت أحب فيها المايك، والمايك تعطل. اسمه مهم. اليوم في واحد من المتابعين أعطاني حسابه استعارة، طبعًا قال لي خود أنا معي سلاح الكيلو 141 الأسطوري، قال لي خود صور فيه كم جيم. فدخلت صورت فيه كم جيم وشفت السلاح كيف الاسطوري. فيا شباب فعلا في فرق كبير بين السلاح الاسطوري والسلاح العادي، يعني في فرق واضح ان كان بالدقه بالسلاسه بالحركه، يعني هيك راحه نفسيه وقت تلعب بالسلاح الاسطوري الصراحه. يعني انا ما عم شجع العالم انه لا تروح هيك تصرف مصراته، لا ما عم شجع العالم، بس انا يعني عم احكي الشيء اللي عم يصير، يعني هذا الواقع. يعني وما لازم ادخل كثير بهالمواضيع، بس يعني يكون موبايل كاني عم بتقلك تدفع مصاري وتصير محترف. يعني انا ما من مصلحتي احكي هذا الحكي، بس يعني الواحد لازم يحكي اللي بداخله. يا اخي تدخل بالجيم انت بكون معك سلاح عادي، خصمك بكون معه اسلحه اسطوريه، بتحس انه عم يتفوق عليك، يعني مع انه ما هو انه هالمحترف، بس لا عم يتفوق عليك هيك. فما يعني خلص بنفسي احكي هذا الحكي، ما عاد اتحمل يعني. فبس يا شباب اتمنى يعجبكم الجيم وبس. Reloading! Cover me! شوف نجيب نيوك بهالجيم ان شاء الله. اللاعب صار كم مرة قتلته يا اخي؟ كل كلاتي من هذا اللاعب. يا ابني حرام عليكو، كم كل جبنا؟ 13 كل. منين طلع هذا يا اخي؟ يا اخي يا هيك السلاح يا بلا. والله كلهم حاطين هاي خاصة القنبلة بعد ما يموتوا. بيدور علي. Losing Bravo. جي جي